قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن قطر تأمل بحوار قريب بين دول مجلس التعاون وإيران، وتعتقد أن المفاوضات باتت وشيكة، وهو أمر أعربت طهران عن رغبتها في الوصول إليه مرات عدة كما قال. نأمل أن يكون هناك مفاوضات قريبة، ونعلم أن ذلك سيحدث، وهو الوقت المناسب للحوار، للتوصل إلى التفاهم والتقارب، وقد أعربت طهران عن رغبتها في ذلك مرات عدة، ونحن نؤمن أن دول مجلس التعاون تحترم وجود إيران في المنطقة، وكذلك إيران تحترم نفوذ دول المجلس ومكانتها. وأكد وزير الخارجية القطري أن بلاده مستعدة لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إذا طلب منها ذلك، مشيرا إلى أن الدوحة تحافظ على علاقات طيبة مع واشنطن وطهران. لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعلاقات جيدة مع إيران. إيران جارتنا ووقفت معنا، لدينا حدود مشتركة واحترام متبادل بين بلدينا، هذا يسمح لقطر أن تمارس دور الوساطة في التوصل إلى اتفاق. وينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المحلل السياسي صالح غريب. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. إذن دور وساطة جديد قد تتولاه قطر، وهذه المرة في أحد أخطر النزاعات الإقليمية والدولية والمستعصية على الحل عمليا، برأيك ما هي الأرضية التي يقوم عليها العرض القطري ما بين الولايات المتحدة وإيران في تسهيل المفاوضات؟ أولا أهلا وسهلا بك وبمشاهدين العربي. لا شك أن الأرضية حقيقة موجودة الآن، سواء كان فيما يتعلق ب يعني الوساطة التي تقوم فيها قطر مع أشقائها في دول مجلس التعاون، لأن هناك حقيقة يعني موقف ضبابي فيما يتعلق بالدور الإيراني في المنطقة والتوجسات والتخوف الذي تبديه هذه الدول حتى من علاقتنا إحنا في قطر مع إيران، وبالتالي فإن إيجاد حوار بين دول مجلس التعاون وبين إيران مطلب حقيقة ليس من الآن، يعني منذ فترة قطر تسعى إلى هذا الدور لتقريب وجهات النظر ومن ثم الجلوس على طاولة واحدة للحوار. أيضا فيما يتعلق بإيران وأمريكا حقيقة المتغير اليوم بعد يعني سواعقت يبدأ تنصيب الرئيس بايدن كرئيسا جديدا للولايات المتحدة، وهو أبدى استعداده حقيقة ل يعني الدخول في مفاوضات مع النووي الإيراني، وهذا أعتقد أنه سوف يسهل عملية مد حوار، وقطر لها يعني سوابق كثيرة ونجحت في تحقيق تقاربات في دول المنطقة وفي دول العالم، وبالتالي مقدرة قطر الآن كلاعب دولي وأساسي في تقريب وجهات النظر أعتقد أنه سوف تحقق قطر النجاح كما حققتها في كثير من الأمور، يعني سواء كان في أفغانستان أو في ليبيا أو في إلى أي حد تعتقد سيد صالح غريب أن قطر فعلا ربما استمزجت الجانبين في هذا الموضوع؟ هو لا شك يعني أعتقد أنه يعني خلينا نعود إلى قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية والذي بموجبها تم رفع الحصار على دولة قطر، وبالتالي فتحت أيضا المجال لأن يكون هناك حوار أيضا مع الجانب الإيراني، لأنه مثل ما قلت لك يعني مشكلة الدول المنطقة يعني هناك يعني تخوف وتوجس من إيران في دورها في المنطقة ولعبها في بعض مناطق في دول المنطقة، سواء كان في اليمن سواء كان في البحرين أو الخلية التي اكتشفت في الكويت وغيرها من الأمور الأخرى التي هناك يعني اختلاف في وجهات النظر، على الرغم من العلاقات المتميزة. على سبيل المثال الإمارات لديها علاقة متميزة مع إيران، ويعني هناك أكبر جالية، هناك أكبر استيراد وتصدير من إيران إلى الإمارات، لكن هناك يعني اختلاف في وجهات النظر في ظل هذا الاختلاف. أستاذ صالح، الآن إيران رحبت بالعرض، السؤال عن مدى إمكانية الوصول فعلا أو بلورة رؤية خليجية مشتركة، إذا كان الأمر كذلك
ما هي ملامحها وما هي قدرة فعلا دول الخليج إلى الوصول إلى ربما شيء مشترك عام اتجاه الحوار مع إيران؟ نعم، هم يعني انا اعتقد من خلال متابعتنا ل يعني التصريحات والتوجسات والتخوفات التي تبديها دول المنطقه تجاه ايران، هو التدخل في الشؤون الداخليه، التدخل مثلا في دعم فصائل معينه، التدخل في حتى المذهبيه اللي موجوده، او كما جاء في 1979 عندما أتى الخميني وهو تصدير الهلال الشيعي للمنطقة. هذه كلها تخوفات حقيقة هي موجودة ليس من الآن، وإنما أيضا من منذ التغير الذي حدث في إيران بإزالة الشاه ووجود ما يسمى بالنظام الملالي. أنا أعتقد الآن دول المنطقة خصوصا بعد يعني الأمور التي أحدثها تواجد ترامب في كرئيس الولايات المتحدة، وكيف استطاع أن يؤجج الجانب الخليجي على إيران، أن يعني يقوم بإرسال حامل الطائرات إلى المنطقة من أجل استفزاز إيران، وكان هناك حرب كما كنا نتوقع أنها ستحدث بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نحمد الله أنه هذا لم يحدث. الآن قطر ستقوم بهذا الدور في تقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون وإيران وبين أيضا وهذه سيد أمريكا صالح غريب ليست التجربة الأولى وأمريكا. لقطر في الوساطة لحل المشكلات الإقليمية، سبقتها أيضا جهود وساطة في ملفات إقليمية ودولية أخرى في أفغانستان والسودان وغيرها. صحيح. شكرا جزيلا لك صالح غريب المحلل السياسي من الدوحة.